هابي فالنتاين. الفالنتاين خلاص قرب، تعالوا نعمل ست خاتم وحلق مع بعض، وممكن تهدوها لأي حد بتحبوه. يلا بينا. الحاجات اللي احنا هنحتاجها عشان نعمل بيها الحلق والخاتم، اول حاجة هنحتاج دول اللي هم بتوع الحلقان، دول اسمهم هوك. وكمان هنحتاج طبعا مقص، طبعا اهم حاجة هنحتاج الواير بتاعنا، كمان هنحتاج الاستك، وكمان هنحتاج زرادية. الالوان اللي احنا هنستخدمها طبعا هيكونوا احمر وبينك، فهنجيب اللون الاحمر. الاحمر والبينك دول هيكونوا للحلق، لكن الخاتم هنعملهم بالوان تانية اقول لكم عليها لما نبدأ نعمله. اول حاجة في الحلق هنستخدم فيه الاستك، هنطلع حتة بس يعني حاولوا تطولوها على عند ما تقدروا كده. بعد كده هنفكها، وهنجيب دلوقتي اللون الاحمر نحط منه خرز 3 وحدات، هندخل واحدة بس من هنا الخرزاية، مش هننزلها تحت. هنجيب الطرف التاني تحطوها كده في الخرم بتاع الخرزة، تبدأوا تزقوها لغاية ما تطلع من الحتة، هنشدها كده وتدينا الشكل ده في الاخر، لازم تدينا الشكل ده. طبعا احنا بنعمل شكل قلب عشان تبقوا عارفين. دلوقتي احنا عملنا الشكل ده، دلوقتي احنا هنحط 4 من الاحمر، كده حطينا 4 جنبها بالظبط. هناخد الاستيك اللي احنا دخلنا فيه وهنقوم مدخلينه في الخرزة اول واحدة احنا حطيناها. هنعمل نفس الحاجة اللي احنا كنا عملناها في التانية، بس دخلنا الاربعة مرة واحدة. طبعا عشان الموضوع يبقى اسهل لكم استخدموا النقاط عشان يبقى اسهل. هنقوم مدخلينها ونقوم زقينها. هنقوم منزلينها كده عشان ده استك فهيتشد معانا عادي كده، فتعمل لنا في الاخر الشكل ده. نعمل نفس الحكاية الناحية التانية، 4 خرزات برضو هندخلها، وهنقوم مدخلينها فيها كده، هنقوم مشدينها من الناحية دي، هنقوم مشدينها كده. بصوا هي اصلا عملت معانا لوحدها شكل القلب. هنعمل زي القلب ده 2 كمان، واحد لونه بينك واحد لونه احمر، هوريكم ازاي نربطهم ببعض. دلوقتي احنا جبنا الخرزة البينك دي عشان هنعمل القلب اللي بعديه، هنقوم مدخلينه كده. بعد كده هنقوم واخدين الطرف التاني هندخله كده في بعض لغاية ما نطلع من الناحية التانية كده، هقوم شديها. بينت شكل القلب اكتر، ودلوقتي هنعمل بقى القلب التاني فوقيها، هوريكم ازاي نعمله. دلوقتي انا هدخل في الناحية دي خرزة واحدة، والناحية التانية هدخل خرزة برضو واحدة كده، بقى في الناحيتين في خرزاية واحدة. بعد كده هقوم ماسكة خرزة تانية واقوم عاملة نفس اللي احنا عملناه، هدخل الاستك من الناحية التانية واقوم عاملاها كده. نكون كده احنا عملنا القلب التاني اللي فوقيه. هنعمل نفس الحكاية اللي عملناه في القلب الأحمر، هنحط 4 خرزات، وبعد كده هناخد الخرزة الأولانية وندخله فيها ونشد، هناخد 4 خرزات هنا، وهناخد أول خرزة وندخل الخيط فيها ونشد، نفس ما وريتكم في القلب الأحمر هي هي. وهنعمل نفس الحكاية بتاعت القلب البينك اللي احنا نبدأ فيه في القلب اللي هيبقى فيه، وبعد كده هوريكم بقى ازاي ان احنا نقفل. كده احنا نكون خلصنا القلب البينك. دلوقتي احنا هنعمل نفس ما ربطنا القلب البينك في القلب الاحمر، هنعمل نفس الحكاية في القلب الاحمر التالت. هنجيب برضو خرزة واحدة بس، بعد كده هنقوم مدخلينها زي ما احنا اتعودنا، نقوم شدها كده، ونعمل نفس الحكاية اللي عملناها في القلب البينك. دلوقتي احنا خلصنا خلاص، هنجيب اخر خرزة هي بينك، بعد كده هنقوم مدخلينها بنفس الطريقة، هنقفلهم ازاي؟ هنقفلهم هنربطهم، هنقول هربطهم ربطة واحدة كده عادي، وبعد كده هنربطهم ربطة تانية عادي برضه.
طبعا احنا ممكن كنا نستخدم الستوبر، بس انا ما حبيتش استخدمه، وهو كمان كان ممكن يتفك او كده، عشان في حاجات ساعات مش هينفع نستخدمه فيها. ان احنا نربطه احسن، ولو ربطناه كويس يبقى تمام، وطالما بلاستيك فخلاص. دلوقتي احنا بس هنقص زياده عشان نعملها حلق. بقى هنحتاج طبعا الهوك ده، وكمان هنحتاج الواير. دلوقتي احنا هندخل الواير، هنقص حته ولا كبيره ولا صغيره قوي، يعني ندخلها كده. بعد كده هنقوم عاملينها كده اهو. هنجيب الزراديه. دلوقتي احنا لفيناها وقصينا زياده، بعد كده هنقوم عاملينها كده. بعد كده هنقوم حاطينها في السيركل الصغيره، هندخلها كده. بعد كده هنجيب الهوك ونقوم حاطينه. بعد كده هنجيب المقط وعاملينها كده. وكده نكون خلصنا الحلق بتاعنا. ايه رايكم؟ انا كده خلصت الاثنين وعملناهم بطريقه سهله وبسيطه. ممكن تكون باينه ان هي معقده، بس هي مش معقده خالص. دلوقتي هلبسهم واريكم ايه شكلهم على اللبس، هيبقى حلو جدا. كده احنا نكون عملنا الحلق. دلوقتي هوريكم ازاي بقى نعمل الخاتم عشان يبقى ماتشنج معاه. نعمله بالواير، هناخد الطول اللي انتوا عايزينه. دلوقتي انا هنحط واحده بينك، وبعد كده هحط واحده احمر، هحط من الناحيه الثانيه واحده احمر، هخلي البينك كده في وسطهم، اجيب واحده بينك تاني وهم ادخلها ما بينهم. طبعا فكره الواير هتبقى اسهل بكتير من الاستيك، هيبقى عامل نفس شكل القلب، بس هنعمله بقى مش قلب، بمنظر تاني. دلوقتي هاخد بس واحدة احمر احطها من الناحية دي، واحدة احمر احطها من الناحية التانية، وبعد كده هقوم واخدة البينك واخدها واحدة بس واقوم مدخلاها ما بينهم كده اهو. تبقى الموضوع سهل جدا، مش صعب خالص. ده الشكل، هفضل اعيده لغاية ما نخلص في الاخر ونشوف على شكل صباعنا. بعد كده هوريكو ازاي نقفلها. كده احنا خلاص خلصناها. طبعا تقدروا تعملوها على مقاس صباعكم اللي انتوا عايزينه. دلوقتي احنا خلاص بدل ما نجيب اخر حته اللي هي البينك، خليناهم هما دول اخر حاجه، عشان دلوقتي الحته اللي هي الفاضيه البينك دي اللي معهاش حاجه هندخلها فيها. هندخل الحته دي كده فيها الطريقه دي، وهندخل الناحيه الثانيه دي فيها كده. هندخلهم عكس عكس بقى، يبقى عكس عكس. دلوقتي انا هقصها عشان انا مش عايزاها تبقى طويله قوي، عشان هنستخدم الحته اللي هي الزياده دي. اوريكم هنستخدمها في ايه. دلوقتي هناخد الناحيه دي، هقوم بشدها كده بالزراديه واقوم خليها كده، واخد الناحيه التانية هقوم شدها كده، تكون لفه بالطريقه دي. هقوم بقى اخدها كده منزلاها تحت ومطلعاها تاني فوق. بعد كده هاخد الناحيه دي برضو، هقوم ادخلها من جوه، بعديها مطلعاها. طبعا لو طولتوها اكتر هيبقى ممكن برضو احسن، هي دي براحتكم، هتبقى لفه اكتر من مره، بس انا نفسي مش عايزاها تبقى لفه اكتر من مره، عايزاها كده بس. كده كنت كده خلصنا. احنا خلصنا الخاتم، وده شكله كده. احنا نكون خلصنا خلاص الحلقة، كمان خلصنا الخاتم وعملنا ماتشنج معاه. وكده احنا نكون عملناها. ممكن تبان ان هي معقدة وصعبة ومستحيل نعملها، بس هي ولا صعبة ولا مستحيل نعملها ولا اي حاجة. وديني عملتها اهو وشكلها حلو، وكمان عملنا الخاتم وشكله حلو، وخليناه كده تبقى حاجة فانكي كده وحاجة حلوة، ومش هيبقى حد لابسه غير اللي عامله كده يعني في الفالنتاين. بس كده، باي باي.